الحياة تحيط بي ذئاب وليس من نجاة. لذا فإني آتي إليك يا الله، ومن سواك يحمني واسمع الصلاة ويسمع الصلاة. إلهي ما أبغيه عونا من روحك، وأن أقضي حياتي دوما بقربك. فحقا يا حبيبي ما أقوى شخصك، أنت تعطي سلاما وليس غيرك، وليس غيرك. أشتاق يا إلهي أن أحيا في انتصار، وأخبر الجموع عن ربي بافتخار.